السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخميس 23 من جمادى الأولى 1437 هجري، الموافق للثالث من آذار 2016 ميلادي. يا أخوتي، بحكم أنني الآن في هذه الفترة ارتاد مراكز البريد بكثرة حتى أرسل المصاحف للمشتاقين لها، فكلما أزور مركزا للبريد، يعني البريد النظامي وليس العملاء أو الشركاء، أزداد حبا في السويد وبالسويديين، لأنني لم أرى منهم إلا الشيء الطيب، الإخلاص في العمل، الابتسامة، يعني أحيانا أندهش الرغبة في المساعدة، يعني يحبون أن يساعدونني هناك في المراكز البريد، يعني بدرجة كبيرة جدا. شباب هيك أو صبايا ما شاء الله عنهم، يعني ماذا ما أعلم، لا أعلم ماذا أقول لهم. يركضون بشغلتي، يعني إن كان عندي شغلة مهمة يركضون بها حتى آخر لحظة، وعندهم هدوء أعصاب ورغبة في المساعدة إلى أعلى درجات. فماذا أقول؟ أقول الحمد لله، اللهم بارك في هذه البلد وعلمنا هذا الأسلوب في التعامل، نتعلم منهم الأشياء الإيجابية ونترك الأشياء السلبية، ولا نعلمهم الأشياء السلبية التي جئنا بها من بلادنا. بلادنا جئنا بأشياء كثيرة سلبية للأسف، بدل ما نتعلم من السويديين الأشياء الطيبة نعلمهم الأشياء السلبية التي عندنا. يعني أنا أذكر لكم قصة تحز في نفسي حتى الآن منذ أكثر من 20 سنة. كنت مع صديقي الدكتور أسامة حفظه الله، وهو رجل محترم وطبيب. كنت أجري معاملة لوالدي في مديرية التربية في دمشق، فذهب معي يعني نتسلى. وقفنا أمام موظفة، يعني لا أريد أن أذكر مواصفاتها حتى لا أكون، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وكان هناك رجل مرب كبير يريد أن يجري معاملته، رجل في السبعينات من العمر، وكانت تسيء معاملته هذه الموظفة. قال لها صديقي، لماذا تعاملين هذا الرجل الكبير بهذه المعاملة السيئة، يعني رجل مربي؟ فبدأت تسيء الأدب إليه، إلى صديقي. فقلت دعك منها يا دكتور، يعني ماذا تتوقع من هكذا أشكال؟ يعني المقصود أنه الإنسان، يعني هي قديش صلى 20 سنة وما أنساها، لم أنساها، وعند الله لا يضيع شيء، هذا سجل عليها. فانتبهوا يا إخوتي، أنتم الذين تعملون في السويد، لا تعلموا السويديين أساليب الحياة السيئة التي تعلمناها في بلادنا، من بذائة اللسان، من الإشمئزاز، تكبر، العبس، هذا محاولة تعذيب الناس في معاملاتهم. سهلوا سهلوا، يسروا ولا تعسروا، الله يرضى عليكم يا حبايبي. تعلموا من السويديين الشغلات المنيحة، وعلموهم الأشياء الحلوة اللي عنا، مثل الكرم والشهامة والمروءة. احنا عنا كمان أشياء إيجابية، عنا الكرم والشهامة والمروءة وحب التضحية وحب عمل الخير، هذه نعلمهم إياها، ونتعلم منهم الصدق والمعاملة الجيدة والإخلاص في العمل والمحافظة على الوقت. الله يبارك فيكم. هاي نصيحة من إحدى النصائح أمي، الله يخلينا إياها، أم الخير، أمي اللي علمتني الخير، هي وأبي بارك الله بهم وجعل كل أعمالي في صفحتهما. قالت لي سجل 10 فيديوهات نصائح للسوريين الذين جاءوا إلى السويد، فهذه إحدى النصائح. الله يخلينا إياك يا أمي ويبارك لنا فيك ويجعل ذلك كله في صفحة أعمالك. السلام عليكم.